بتاعتها لازم على الاقل تكون عارف وان بريفر من البريفرات اللي عندها كده دي في بفر ولا حاجه عشان تحس بس بالقيمه ممكن تستفيد بيها ازاي. انا هبدا الاول اشرح دي ار في الاول وبعدين ان شاء الله المره اللي جايه هشرح دي ام ايه عشان الامثله بتاعتي كلها اصلا هتبقى دي ار. اوكي طيب بدايه كده هو ايه المشكله ان انا اشتغل بشكل بري؟ نعم ادي اول مشكله انت عندك بنات كتيره والبنات الكتيره ديت ممكن توصلك ان انت يبقى عندك كيبل في عدد وايرز كتيره كوست اعلى او انت تحتاج مايك كنترولر لعدد يجي اول بيز اكبر وبالتالي برضه كوست اعلى. ايه كمان؟ على السرعات العاليه السنكرونيزيشن بين كل البيز هيبقى صعب جدا. مش فاهم فاهم قصدك؟ لو انا عندي توصل 8 فاكس بين اي اثنين بيتكلموا مع بعض ماشي على السرعات العاليه فرق التول في التراكس دي بس ان انا بقى فاجل هيبقى صعب ان انا اسنكرون الثمانيه مع بعض. لو ظبطت الثمانية هتبوظ زي بعض. خلاص كده مش كده كده هيبقى فيه اوريدي تفاجئ ماشي اوكي دي حاجة تانية. ايه كمان؟ الانترفيرنس بين السيجنالز وبعضها حضرتك عندك بوردة عايز تديلها حجم معين على قد ما تقدر تحاول تقلل حجم البوردة ديت تضطر انك تعمل في تراكات تقربها من بعضها. تخيل انت بقى عندك تراك تقربه من بعضه وبعدين عندك واير مسك والبوردة نفسها عازل وبعدين واير بيتر تاني تعمل ايه؟ كده بس ببساطه شديده. واير بقى فيه بيكون عليه سيجنال تكون عاليه شويه في الريت بتاعها واير تاني السيجنال بتاعته مثلا دي سي ده هيأثر على دوت وهيعمل لك نويز نويز ممكن تسوي لك حاجه اسمها كروس توك. وعشان تقدر تهندل دوت محتاج ريسيفر. الريسيفر ده يكون كومبلكس جدا الديزاين بتاعه علشان تقدر تريموف النويز اللي حصلت دي كلها وبالتالي برضه هيزيد لك معاك الترمز اوف الايه؟ الكوست نفسها. خلاص؟ عشان كده البرل اللي هو مش احسن حاجه في الدنيا على الرغم من ان هو على الرغم من ان هو سرعته عاليه جدا واعلى بكثير من الاستيريو. الاستيريو بقى حاجه ثانيه خالص. برل انت كنت بتبعت 8 بتات مع بعض على 8 بنات برل اللي بعد في وقت واحد الاستيريو مش هيكون كده انت عايز تبعت 8 بتات واير واحد بس بس بدل ما تبعتهم مع بعض هتبعتهم ايه؟ ورا بعض بتايه ورا بتايه ورا بتايه ورا بتايه ورا بتايه اند سو اون. وهنا تكمن المشكلة. ليه بقى؟ ايه المشكلة؟ السكرون ايه؟ مشكلة السكرونيزيشن ان انت لا يا ابني مش السكرونيزيشن اصلا. حلو قبل السامبلينج دي كويسة قوي. هو في مشكلة أصلا غير موضوع السامبلينج هو الريسيفر أصلا هيعرف إزاي الداتا اللي جت هيعرف إزاي بدايتها فين وآخرها فين. لازم يكون في واير تاني ماشي مع الداتا الواير دوت يقول للريسيفر بص يا معلم خد قيس دلوقتي ويديله دوت بشكل ما بيتكررش غير بشكل لحظي كده وخلاص. واير ثابت او واير تاني مختلف بيدي حاجه ما بتتكررش غير بشكل لحظي ده ايه؟ كلوك. تمام؟ شكل الكلوك ببساطه معلش ده بصراحه ان انت عندك سيجنال شكلها عامل كده كده وانا على طول كده زيرو على طول ده بيتكرر كل شويه مش تعتمد عليه انت تقول للريسيفر لو سمحت بص على الداتا دلوقتي او اقرا الداتا دلوقتي عليها واحد على زيرو. فلازم يكون عندك حاجه بتحصل لحظيا اللي هو الايدج دوت او الايدج ده عند الايدج ده الريسيفر يبدا يحس ويبدا يبص على الداتا قيمتها 1 او 0 دلوقتي. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ طيب الطريقه دي للتوصيل ان انت يكون عندك الترانسميتر والريسيفر والداتا اللي رايحه من الترانسميتر للريسيفر وبين الكلوك. الطريقه دي بالتوصيل بيسموها سنكرونس كوميونيكيشن. ليه؟ لان انت بتعمل عمليه سنكرونيزيشن ما بين الترانسميتر وبين الريسيفر علشان تقول له بالظبط يبدا امتى بالظبط يبص على الداتا. وبالتالي هو بيستخدم الكلوك سيجنال دي علشان يحس بالداتا وصلت للريس. طيب هو ايه اللي انت خايف منه في موضوع السنكرونيزيشن؟ ايه اللي انت بتدور عليه في اي ريسيفر؟ قلقان من ايه؟ ما حصلش كويس. ما حصلش كلاش في الداتا وصول. لا ايه هيجي منين الكلام؟ كلاش جاي اوريك ثم ما يتكلموش مع بعض. لا مش حاسس. ايه كمان؟ ريت. الداتا ريت نفسه. هو الداتا ريت في السينكرونس كوميونيكيشن بيتوقف على ايه؟ افتكروا
الداتا ريت اللي هو سرعه نقل الداتا في الثانيه الواحده او عدد الداتا اللي بتبعتها في الثانيه الواحده. السينكرونس كوميونيكيشن بالمنظر ده بيتوقف على ايه؟ نعم؟ تفرق في ايه؟ بالظبط. هي الفكره كلها الريسيفر عنده القدره انه يحس بالكلوك ولا لا؟ يعني ايه حضرتك عندك القدره انه يحس بالكلوك ولا لا؟ هو ببساطه شديده الريسيفر ازاي هيعرف ان في ايدج يعني؟ هو كده كده الريفرنس بالنسبه له للداتا كبر وصغر في زي ما انت عايز، كبر وصغر في زي ما انت عايز مفيش دعوه. انا في الاخر ليا مين؟ لو انا حسيت بالايدج هبص على الداتا، ما حسيتش بالايدج مش هبص عليها خالص. واضح كده؟ سؤال بقى هو ازاي الريسيفر اصلا بيعرف ان في ايدج جت؟ تخيل كده في ار ستيت مثلا ماشي؟ هو هيعرف ازاي ان في ايدج في الفلوج بيت اللي انت بتتكلم فيه ده حاجه ثانيه خالص اللي هو الاسينكرونس كوميونيكيشن تمام؟ لا انا بتكلم دلوقتي عايز انا كرسيفر عايز اعرف ان في ايدج في الفلوج هعرفها ازاي؟ لو انت مكانك هتعملها ازاي؟ هتعرف ازاي في ايدج؟ هنط معاها نعم؟ سلكه النط بتاعتها والمفروض تعملهم ده الاوستريتور ده ازاي بيجنريت الكلوك؟ لا مش ده اللي اقصده، انا اللي اقصده انت ازاي بتحس ان في ايدج جت، انت كرسيفر هتعرف ازاي ان في رايزنج ايدج داخل دلوقتي؟ نعم؟ اوكي، في فلو اللي جوه ده هيعرف ازاي؟ فعليا هو بيبص على الكلوك كل شويه بياخد عليها سامبل هي كمان يعني هو عنده اوسيليتور فريكونسي هو كمان او عنده اوسيليتور انترنال بتاعه بيبص بيه على الكلوك اللي جايه دي كل شويه. سامبل دي كام؟ بزيرو. ده ليه بزيرو؟ سامبل دي كام؟ بزيرو. ده ليه بزيرو؟ في اتش؟ لا. سامبل دي كام؟ بزيرو. في اتش؟ لا. سامبل دي كام؟ واحد. والقديمه؟ يبقى في اتش ولا مفيش؟ في اتش. طب ايه اللي هيحصل لو انت خليت الكلوك فريكونسي دوت عالي يعني خليت الكلوك تايم اقل بكتير؟ هو الاول كان الكلوك بالنسبه له كده وهو كان بيسامبل هنا وهنا 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 كل تايم ثابت. فلما بص على السامبل دي والسامبل دي حس ان في فرق في البوت دي كان زيرو بعد كده دي بقت 1 فعرف ان في رايزنج ايج. لو هو بيسامبل عنده تحت بنفس الريت تمام وانت مديله كلوك بالمنظر ده هيحس بالايدج دوت، هيحس بالايدج دي هنا، هيحس بالايدج دي هنا، هيحس بالايدج دي هنا، علشان كده انت في السينكرونس كوميونيكيشن مش بتتفق على بيت ريت معين، انت بتتفق على ماكسيمم بيت ريت معين، ما ينفعش تعدي، وحرك زي ما انت عايز، ممكن على فكره فريم بيتكون من نوع البيتات ورا بعضها، بعض البيتات تكون بتايم معين، بعض البيتات تاني خالص، عادي جدا، اهم حاجه ان الكلوك والداتا يكونوا زي بعض. لان في الاخر هو ملوش دعوه بتبتدي ده بسرعه قد ايه وله دعوه ان الايدج اللي جاي ده متريجر يقول له لو سمحت بص على البنيه بتاعتها دلوقتي شوف هل واحد ولا زيرو. فطول ما التريجرنج بتاع الكلوك ده وزين الرينج اللي هو يقدر يحس بيه خلاص الدنيا تمام. لكن لو حصل التريجر اللي جه ده مش وزين الرينج اللي هو ممكن يحس بيه شغل انساك مش هيحس بيه مثلا. واضح كده؟ يبقى احنا لما بنتعامل مع سيكوريتي كوميونيكيشن اول حاجه بندور عليها اي بريفر بتتكلم او اي ديفايس بتتكلم معاه بطريقه سينكرونس حضرتك الفريكونسي بتاعك ماكسيمم بكام؟ عشان اقدر ما اعدوش او اظبط الفريكونسي بتاعي ان الكنترول بتاعي لما بيطلع فريم ما يعديش الفريكونسي ده. اوكي. السينكرونس كوميونيكيشن دي ميزه كويسه جدا ان انت تقدر تعلي الفريكونسي او تعلي الريت لريت كبير جدا. على عكس النوع الثاني من الكوميونيكيشن اللي هو بيسموه الاسينكرونس كوميونيكيشن. الاسينكرونس كوميونيكيشن مفيش طريقه تقدر تريجر بيها، مفيش سلكه للكلوك اصلا، هي سلكه بس للداتا وخلاص. طب ازاي الريسيفر هيعرف ان البتاع دي بواحد ولا بزيرو؟ مين اللي هيبلغه ان في بتاع وصلت اصلا؟ افتكروا ايه؟ نعم؟ والكلوك ريت لازم يكون ثابت ولا متغير؟ ده لازم يكون رقم ثابت ومن هنا بيظهر ليه اسم مختلف شويه بنسميه بود ريت. بس هل البود ريت هو الارتفاع الوحيد اللي بينه وبين الريسيفر؟ ايه ده؟ هذا البيت سيت البارت مش ده اللي اقصده خالص. انا ما عنديش مشكله مع عدد البيت والبارت والكلام ده كله، انتوا كلكم صح. ولكن هو دلوقتي الواير عليه داتا عليه واحد. هيعرف مين الواحد ده هو داتا ولا الراجل قادر ما بيعملش حاجه؟ هو ده السؤال.
بالظبط. لازم يكون في بريامبل في بدايه الفريم بتاع الداتا، الفريم اللي هو مجموعه من بيتس ورا بعضها، لازم يكون في بريامبل، في حاجه تبدا تسبق الفريم تبلغ الريسيفر، الريسيفر يجهز عشان في فريم جاي لك دلوقتي. البريامبل ده بيكون بتلاقيه اكتر او غيره، وكل الاسينكرونس كوميونيكيشن باي ديفولت بتكون بتبعت واحد، والبريامبل بتاعها او الستارت بتاعها بيكون دايما بكام؟ دايما بزيرو، وكل الاسينكرونس كده. تمام كده؟ طب هو السؤال كده بره الموضوع خالص، هو ليه دايما الايدل ستيت بواحد والبريامبل بيكون بزيرو مش العكس؟ نعم؟ بالظبط، النويز سهل جدا توديك لواحد، بس صعب جدا توديك لجراوند. لو انت قاعد كريسيفر والبنيه بتاعتك بتوصل على واير معين وفي نويز عالي عليه، سهل جدا ان هي توديك لون، ولكن مستحيل توديك لجراوند، او ممكن توديك بس في حالات نادره قوي اللي هي الجلتشات او الكلام ده. خلاص؟ علشان كده دايما بتلاقي الايدل ستيت بتاعتك ب 1 وبعدين الستارت بكام؟ بزيرو. ومن هنا بيتوقف او بيروح الموضوع لنقطتين. هل الاثنين ديفايس اللي بيكلموا مع بعض دول بيتكلموا كبوينت تو بوينت كوميونيكيشن وخلاص؟ وفي هذه الحاله بيكون الترانسميتر بنفسه بيجنريت 1 على طول في الايدل ستيت، واول ما يبقى مفيش ايدل ستيت وعايزين نبدا فريم نبدا ستارت بيت بزيرو ونبدا نشوف اتفاقيات الفريم اللي هيعرف ده عامله ازاي. ولكن لو كان الكوميونيكيشن مش بوينت تو بوينت، لو كان الكوميونيكيشن ده بس كامل، فما ينفعش الترانسميتر جنريت ال 1 ده في الايدل ستيت، وساعتها بيستخدموا حاجه اسمها اوبن درين كونكشن. يبقى الواير نفسه مش عليه اي داتا، بحيث ان انت لو باعت واحد فانت بتسيب دي اوبن سيركت، لو باعت زي لو باعت سوري واحد بتسيب دي شورت سيركت وتوصل تحت الجراوند، ولو باعت زيرو بتسيب اوبن سيركت وبيسيب ال1 على الاب ريزستور. تفاصيل اكتر هشوفها ان شاء الله في الايس كور سيب كده، انا بكلمت معاكم في الكان قبل كده كنا قابلنا برضه حاجه شبه. طيب يبقى السيريال كومبليكيشن بتكون حاجه من الاثنين، يا اما بتكون اسينكرونس، يعني مفيش بتنال الكلوك، وبالتالي لازم يكون في اتفاق على حاجه تكسر الايدل ستيت اللي انت واقف بيها دي، بعد كده يكون في داتا، وبعد كده حاجه ترجعك تاني الايدل ستيت اللي هي الستارت اوف فريم والستوب او نهايه الفريم بس. خلاص؟ ويا اما بيكون سينكرونس، في الحاله دي بيكون في معاك واير للكلوك بان للداتا والريسيفر، ما بيبصش بس على داتا غير في حاله ايه؟ ايدج معين للكلوك احنا متفقين عليه، سواء رايزنج او فول. ستايل بس هو اللي بعت الترانسميتر، هو اللي بعت الكلوك، يس، وساعتها بيكون اسمه مصر. تمام؟ طيب ايه بقى اللي ممكن يكون اسرع من الثاني؟ سينكرونس ولا اسينكرونس وليه؟ الاسينكرونس. نعم؟ الاسينكرونس اسرع؟ ليه؟ هو اي ثينك يعني هو المفروض سنكرونس، المفروض الماستر هو اللي بيعمل بلوك تمام، فممكن هو اتفق يعني يعمل بلوك بطريقه اسرع من الجود ريدر ستاندرد الموجوده يعني. يبقى الاسينكرونس اسرع ولا سينكرونس؟ انت قلت ايه؟ الاسينكرونس اسرع ولا سينكرونس؟ انا قلت ايه؟ بس انت بتقول عكس السبب اللي انت شرحته، وعكس عكس كلامك. السبب اللي انت شرحته ان الراجل المصري هيجنريت بلوك، وبالتالي هو جنريت بريت اسرع من الجوجل ريت العادي بتاع الاسينكرونس، فدلوقتي كلامك معناه ان السينكرونس هو الاسرع. رايك ايه؟ ثانية واحدة بس، هو مش المفروض في الاسينكرونس المصدر هو اللي بيعمل كلوك؟ لا، انت مفيش كلوك سيجنال اصلا، مش واير، مفيش سينكرونس، مش اسرع من الاثنين. اوكي؟ فانا كده حرقتها خلاص، هو السينكرونس بيكون اسرع، لان ببساطة وجود الكلوك في الموضوع الريسيفر مش شايل هم ان هو يبقى يقعد بنفسه يكسبكت الداتا رايحه ازاي ويستارت اوف فريم ويمشي في السيت ماشين المختلفه وهكذا، وبالتالي اوريدي انت ممكن تبعت بريت عادي شويه والريسيفر يقدر يحس، ولكن الاسينكرونس في هيدك زياده على الريسيفر سيركت نفسها ان هي لازم تحس في بدايه الفريم تقدر تسامبل وتتاكد عن سو اون، وده بيخليه لا في هيدك اكبر، وبالتالي لازم يقلل الريت شويه عشان يقدر الريسيفر يحس. عشان كده دايما هتلاقي الحاجات الاسينكرونس بنفس الدوجز دي زي ما هنتكلم قدام اسرع من الحاجات الايه؟ الاسينكرونس. طيب في تقسيمه ثانيه برضه في طريقه الكلام مع بعض او طريقه وايرز الداتا نفسها، موارين ولا واير واحد؟ التقسيمه دي بتقول لك انت هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس. هاف يعني ترانسميتر والريسيفر شايلين واير واحد بس للداتا، يا رايح يا ايه؟ يا راجع. اما الفول فالترانسميتر والريسيفر ممكن يبعتوا الداتا لبعض في وقت واحد سيمتينيس من غير اي مشكله. تمام؟ حد عنده مشكله؟ من هنا بيبدا يظهر معاك
السيريال انترفيس بروتوكولز المختلفه بتكون متقسمه تقسيمه من اربعه، يا اما سينكرونس وفول دوبلكس، يا اما سينكرونس وهاف دوبلكس، يا اما اسينكرونس وفول دوبلكس، يا اما اسينكرونس وهاف دوبلكس. سينكرونس فول دوبلكس يعني حضرتك ادي ترانسميتر ادي ريسيفر، فول دوبلكس يعني داتا رايحه جايه وكمان في كلوك رايحه من ديفايس للتاني. تمام؟ سينكرونس وهاف دوبلكس يعني الراجل سينكرونس يعني في واير كلوك، ولكن هاف دوبلكس في واير رايح بس للداتا، يا رايح يا ايه؟ يا راجع. اسينكرونس وفول دوبلكس يعني مفيش واير كلوك بس الاثنين ديفايس اللي بيكلموا بعض دولت واير رايح واير راجع. اسينكرونس وهاف دوبلكس يعني الاثنين ديفايس اللي بيتكلموا مع بعض بينهم ايه؟ واير واحد بس. امثله الهي وات او اليونيفرسال اسينكرونس ريسيف ترانسميت سيستم هو فول دوبلكس ولا هاف؟ فول دوبلكس ولكنه اسينكرونس. تمام؟ في بعض الكنترولرز بيكون عندها يو اس اي ار تي بس مش ده مش الستاندرد، ده مش البروتوكول الاساسي اللي موجود بقى دي. خلاص؟ اس بي اي او سير بريفرال انترفيس زي ما انتم شايفين وير الكلوك وير الداتا رايح وير الداتا راجع، فده سينكرونس و فول دوبلكس. الاس كور سي او اي اي سي او انتر كونكت انترفيس سيركت وفي ورايات اخرى تو واير انترفيس، هم وايرين واحد داتا وواحد كلوك واثنين ومجموعه ديفايس بيتكلموا سوا، فده ايه؟ اسينكرونس و سوري ده سينكرونس و هاف دوبلكس. تمام؟ واخيرا يو اس بي يونيفرسال سيريال باس، ده ايه؟ اسينكرونس ولا سينكرونس؟ وهاف ولا فول؟ هاف ولا فول؟ فول. فاكرين؟ طب انتوا بتقولوا ان هو فول ليه؟ عشان هو فيه بلس وماينس الاتجاهات والسيوجرام صح؟ لا مش ده كلامكم، مش ده دليلكم العلمي على حاجه زي كده؟ ايه؟ كان سبب واضح. ايه السبب الاخر؟ نيوز دي فلاش لو تقدر تقول بس عليها في نفس الوقت. هو عامة مهما يقرا مش هيشوف زي اللي حصل لكم الجمعة اللي فاتت، بس تعالى. بقول لكم على اللي حصل لي بس اللي فات في الدي ام ان شاء الله. طيب مبدئيا دي بلس ودي فايروس دول الاثنين هو نفس الداتا. بس لما بتكون انت عايز توفر وايرز طويله شويه في الكوميونيكيشن تضطر ان انت بدل ما تشتغل على ليفل واحد اللي هو 5 يا 0 تشتغل بشكل ديفرنشال. فال1 او الزيرو بتاعك بيتحط على اثنين وايرز مش واحد. واير بيكون عليه فولت بوزيتيف والواير الثاني بيكون عليه فولت نيجاتيف، فالريسيفر اللي بيجي يقرا الفرق بين الاثنين. فمثلا يعني ممكن يبقى ال1 بيتحط على البوزيتيف 2.5 فولت وعلى النيجاتيف برضه 2.5 فولت اللي هو دي بلس ودي ماينس، اما الزيرو فبيتحط مثلا 2.5 بلس 2.5. لما يجي الريسيفر يقرا لما يطرح الاثنين من بعض ويلاقي فرق 0 فولت معناها ان هي 1. لما يطرح الاثنين من بعض ويلاقي فرق 5 فولت معناها ان هي 0. اه هي معكوسه. اوكي؟ واضح؟ ده بيقلل احتماليه الايرورز والنويز شويه مع الباص طويل. اوكي؟ فاليو اس بي والكان واللين شويه انترفيس كتيره كده كلها ايه؟ اسينكرونس وفودي. في واحد كمان ليه كذا صباح اصحابه اسمه عمر. اوكي؟ طيب القصه اللي احنا هنمشي عليها كالعيله المصريه. اليو ارت رخيص جدا، اثنين واير بس للداتا وفودي يوبلكس، بس مشكلته ان هو بوينت تو بوينت كوميونيكيشن. عشان تخلي بوينت تو مالتي بوينت بس ده مش شويه حوارات كده البروتوكول نفسه مش بيسموها. فاحنا رايحين على الاس بي اي. الراجل بيسبورت بوينت تو ايه؟ تو مالتي بوينت، ماستر واحد او ديفايس واحد بيتكلم مجموعه من السليفز ممكن يبعت لهم او ياخد منهم الداتا، ولكن مشكلته ان هو ديفايس واحد بس اللي بيكونترول الكوميونيكيشن، ما ينفعش اكتر من ديفايس. احنا بعد كده رايحين على اس كرسي اللي فيه ممكن يكون فيه اكتر من ماستر واكتر من سليف، فنقدر نقول ممكن يبقى اي ديفايس ممكن يكون ماستر، اي ديفايس ممكن يكون سليف، اي حد ممكن يتكلم اي حد على بس كده. واضح كده؟ ودي القصه اللي هحاول احكيها من خلال الثلاث بروتوكولز ان شاء الله. النهارده هتكلم عن اليو ارت، وبعدين هبتدي بايه المره اللي جايه، وبعد كده هبدا المره اللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله الاس بي اي والايه؟ والايس كورسي. اوكي؟ اليو ارت يونيفرسال
asynchronous receive transmit system. زي ما انتم شايفين اثنين ديفايس بيتكلموا مع بعض. مفيش واحد اسمه ترانسميتر والتاني اسمه ريسيفر، هما الاثنين حاجه اسمها ترانسيفر. اوكي؟ بما ان هو فول ديوبلكس فبالتالي في واير خارج من الداتا من ديفايس للتاني، الاكس مين بتاع الاولاني على الار اكس بتاع التاني، والبي اكس بتاع التاني على مين؟ على الار اكس بتاع الاولاني. فانت اول حاجه بتدور عليها في اي ديفايس بيتكلم يو ارت انت فين يا ابني بنت اكس والار اكس بتوعك؟ عشان توصل التي اكس بتاعه على الار اكس بتاع الكنترولر بتاعك، التي اكس بتاع الكنترولر بتاعك على مين؟ على الار اكس بتاعه. واضح كده؟ طيب زي ما احنا شايفين الراجل ده اسينكرونس، وبالتالي لازم يكون في بروتوكول، لازم يكون في اتفاق، والاتفاق ان ترمز اوف شويه حاجات، الحاجات دي كلها ستاندرد، ولازم اي ديفايس بيتكلم يو ار يكون موفر لك شويه حاجات من دي. تمام؟ فانت المفروض لما تفتح داتا شيت بتاع الديفايس اللي انت بتتكلم معاه لازم تبص ايه هي الاستكس بتاعته كبروتوكول. اول حاجه البروتوكول الفريم نفسه بيتكون من ايه؟ الفريم باي ديفولت بيكون ايدل. الترانسميتر مجرد ما انت بتعمل له عمليه انيبل وما بتبعتش اي داتا هو على طول بيطلع 1، بيفورس نفسه ان يكون في فولت بيساوي 1، 5 فولت بقى 3 3 10 على حسب الليفل اللي انت شغال عليه، بس ما فيش بلوك اب سيستم من غير اي اكسترنال سيركت، هو اللي هو الترانسميتر على طول بيحط كام؟ بيحط 1. تمام كده؟ لما يحب الترانسميتر يبقى الحاجه اللي الريسيفر بيبعت فريم، بيبدا بالبريامبل او بالستارت اوف فريم اللي احنا بنبلغ بيها الريسيفر. الريسيفر خلي بالك في فريم جاي لك دلوقتي، والستارت بيت دي لازم بتكون بكام؟ بزيرو. لما الريسيفر بيستقبل الزيرو ده بيبدا يجهز نفسه ان يبدا يستقبل الداتا. بعد كده يبعت له مجموعه من الداتا بيتس، مجموعه الداتا بيتس دولت جينيريك او نقدر نقول كونفيجربل في اي ديفايس تتكلم معاه. الستاندرد بيوفر معاك 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9. معظم الديفايسز إذا كانتش كلها بيتكلموا بكام بتاع فريم؟ 8 بتاع فريم. تمام كده؟ بعد كده عندك حتة أوبشن كده اللي هي مين؟ البارتي. عارفين البارتي؟ ببساطة هي طريقة من طرق الإيرور ديتكشن مش بنستخدمها. يعني معظم الديفايسز البارتي فيها إيه؟ بتكون ديسيبلد أصلا. طبعا عارفين البارتي بتكون يا إما إيفن يا إما يا إما أه. بعد كده ستوب بيت، انت خلاص فهمت الستارت بزيرو، فانت عايز تقول خلاص انا خلصت، هتبدا تقول له ايه؟ ستوب بكام؟ 1. الستوب بيس بيكون يا اما بالتايه يا اما بالتايه ونص تايم يعني يا اما بالتاتي. كل برضه ديفايس وليه الطريقه بتاعته، وانت في الاخر بتكونفيجر الكنترول بتاعك على حسب الديفايس ده هيتكلم ازاي. واضح كده؟ حد عنده مشكله؟ نيجي بعد كده للبارامتر الثاني المهم بالنسبه لي اللي هو البارامتر بتاع البود ريت. البود ريت هي ارقام مشهوره كل الديفايس اللي ارت لازم يكون شغال على واحد فيهم. الديفايس اللي هي السيمبل البسيطه جدا اللي هي رخيصه كده وبالتحالات بيكون عنده بود ريت ثابت بيشتغل عليه، ويقولها لك في الداتا شيت بتاعته ويقول لك والله البود ريت بتاعتي 300 600 1200 2400 4800 5600 11 14400 12200 وهكذا. خلاص الارقام دي كلها موجوده ومعروفه واي ديفايس لازم يكون بيسلكت عليه. تمام كده؟ ممكن يكون في ديفايس اغلى سيكا يكون عنده كمان ممكن من خلاله تغير البود ريت، ولكن لازم يبدا بينش البود ريت تبدا بيه. حاجات ادفانسد اكتر ان هو بيكون عنده حاجه اسمها اوتو بود ريت ديتكتور. بيتفق معاك بقى مش على شكله معايا اليو ارت فريم، لا خلاص هو اليو ارت فريم هو بايت بالنسبه لي. فريم بقى وستريم من البايتس ديت يقول لك لو سمحت ابعت البايتس اللي ورا بعضها دي ابعت لاول الهيدر، والهيدر ده لازم يكون فيه تغير 0-1. يعني يقول لك مثلا ايه الهيدر بتاعي بيبدا ب 0 اكس ايه 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 على طول. فهو يبدا يستخدم ال 1-0-1-0 عمال يغير كل شويه ديت ويسينكرونايز نفسه معاها، ومن خلالها يقدر يحسب البود ريت اللي انت بتقعد بالظبط كام ويظبط نفسه عليه. واضح كده؟ وتلاقي اي كوماند هو بيبعته في الديفايس في الانترفيس دوت تلاقيه دايما بيبدا بكده. خلاص؟ ماشي. قول. لما هبعت مثلا الداتا 5 أو 6 اوكي المترو اللي هيستقبل هيعرف ازاي ان 5 او 6 كل الحاجات دي وانس انت عملت لها كونفجريشن خلاص بس الاتفاق في الاول ولا وانت بتكونفجر ولا بيبرمج؟ ايوه ما هو انت بتبرمج عندك انت كونفجر الكنترول بتاعك كونفجر، ولكن الديفايس اللي بتتكلم معاه ما بيكونش كونفجر، ولو حتى بتتكلم معاه الكنترول بتاعي كونفجر الاثنين زي بعض بالظبط. اوكي؟ طيب ازاي الريسيفر بيستقبل الفريم؟
زي ايه الستيت ماشين من اختراعي زي الستيت ماشين بتاع الانتربتر بالظبط تمام. بس هي هتوضح لك بس الدنيا ماشيه ازاي. باي ديفولت الراجل الريسيفر بيكون قاعد في ايدل ستيت زي ما اتفقنا. انت علشان تعرف ان في ايدج جت لازم تسامبل لازم تبص لنفسك حتى لو مفيش كلوك انت لازم يكون عندك الانترنال اوسيليتور بتاعك اللي بيبص على الداتا كل شويه تمام كده. تفتكروا بقى الانترنال اوسيليتور بتاع الريسيفر بتاع اليو ار دوت هيبص على الداتا في 1 بيت كام مره؟ 16 مره. طب ليه 16؟ لا هو مش 16 عشان يضمن ان هو شاف نص سايكل عشان يضمن ان هي اكيد اللي جاي ده زيرو. واضح كده؟ فعلا الريسيفر بتاع اليو ار بيبص على البنايه بتاعت الداتا 16 مره في كل بتاعي يعني بيسامبل ب 16 ضعف البودي اللي انت بتفق عليه. خلاص؟ بيبص عليها كل شويه سامبل 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 ويبدا يشتغل. قاعد في ايدل ستيت. اول ما بيسامبل بتاعي تغير من واحد تبقى زيرو ساعتها بيروح في ستيت ثانيه اسمها البارسنج ستارت ستيت. في البارسنج ستارت ستيت ديت بيبدا الخلايا يعمل الاتي. هيقعد لحد ما ياخد 8 سامبلز ورا بعض وكلهم بايه؟ بصفار عشان يضمن ان اكيد دي مش غلطه دي مش جلتشايه مش زيرو كده طالع في نص الداتا وخلاص تمام؟ وانس ان هو وصل ان هو جاب 8 سامبلز ورا بعض بزيرو فهو واقف فين دلوقتي؟ في نص مين؟ ستارت مين بالستارت؟ يروح ناقل نفسه على الستيت بتاع مين؟ الداتا بارسل. خلي بالك احنا متفقين مع بعض احنا الداتا اللي عندنا كام بالتالي؟ فيبدا يمشي 16 سامبل 16 سامبل بعد اول 16 سامبل هو واقف فين؟ في نص اول بتاعي بعد 16 سامبل التانيين في نص التاني بتاعي 16 سامبل التاني في نص التالت بتاعي اكسون بيبدا ينقي وهو عمال يقرا في الداتا عمال يحسب في مين؟ في البارت دي لو كانت ايه؟ طبعا انتوا عارفين البارت بتتحسب ازاي؟ اكزور كل حاجه ورا بعضها كل حاجه ورا بعضها لحد ما اكزور مع زيرو مع واحد على حسب ايه؟ البارت ولا ايه؟ ولا اوت بارت خلاص. وبعدين يستقبل البارتي وتقارنها بين البارتي اللي هو حسبها والبارتي اللي هو قراها في فريم لو كانت انيبل اصلا. لو الدنيا تمام تمام مش تمام خلاص. بعد كده يبارس البارتي يبارس مين الستوب بيت. وتاكد ان الستوب بيت لازم تكون بزيرو. وبعد ما يخلص خالص يريبورت للابلكيشن فوق خلاص اتفضل كده وصلت هي بترجع تاني الايدل ستيت. طب سؤال بقى لو حصل ان اليو ار تكتشف ان في بارتي ايرور او اكتشف ان الستوب بيت مش بزيرو طلع بواحد مثلا او الستارت بيت مش بزيرو طلع بواحد او غيره من الانواع اللي ممكن تسبب لك ما يسمى بالفريم ايرور تمام. هيعمل ايه؟ هيبقى نعم؟ فيما فرق اللي اتفق عليه ما بينهم ما بين التو مايكرو بورد ده ايرور. يعني انت قصدك ان اليو ار هيرد على الترانسميتر تاني؟ ده رايك؟ اوكي. حد عنده راي تاني او حد مقترض او موافق على الكلام ده؟ نعم؟ لا ما هو اليو ارت هيبقى فول خلاص احنا متفقين على ده ان شاء الله كده كده هو فول. بس هل اليو ارت هيتصرف من دماغه كده وهو اللي يرد على الترانسميتر يقول له الترانسميتر خلي بالك انت بعتت غلط؟ نعم المفروض يكون دي اكنولوجي او حاجه. هل اليو ارت هو اللي هيمبلمنت بنفسه حكايه الاكنولوجمنت ديت ولا لا؟ هو ده السؤال. مبدئيا كده في الكوميونيكيشن بتوين تو ديفايسز انت عندك مجموعه من اللايرز فوق بعضها كسوفت وير يعني خلاص. اقل حاجه فيهم الفيزيكال لاير عسكر الامن المركزي ده حد ما بيفهمش اللي بتقول عليه هو بس اللي بيعمله ديسكريميشن هروح لا يا يعني. محدش يعرف اوكي انت بتطلع فيديوهات يعني هشتغل معاك فيديوهات معايا شكرا يا خمر. المهم الراجل ده اللي بيقول قال له عليه بيتنفسه خالص ده الفيزيكال لاير. الماك لاير هي اللي بيكون فيها مش بس ايرور ديتكشن ده كمان بيكون في ايرور ريبورتنج وممكن ياخد اكشن يعمل حاجه اسمها ايرور كونفايرمنت. وده لو انتوا الناس اللي حضرت معايا الكام بروتوكول كان الاوتوماتيك كام بيتصرف لوحده في حاجه زي كده ان هو لما يلاقي ان هو ستابل ايرور فريم اوتومات او يلاقي سوري ان هو ستابل فريم في ايرور كان اوتوماتيك بيعمل ايه؟ بيريبورت ايرور فريم على طول على الباص عشان يبلغ الراجل اللي بعت الداتا ده خلي بالك انت عامل مشكله. ده علشان الكام كبروتوكول هو كهاردوير بيمتلك الماك لاير او الميدل اكس كنترول لاير وكمان معاه مين؟ الفيزيكال لاير. لكن اليو ارت لا اليو ارت كبروتوكول هو بروتوكول رخيص على فكره. هو مش امبلمنت كستاندرد اكتر من مين بس؟ من الفيزيكال لاير. فهو اخره لما يلاقي ايرور ولا حاجه هو يشوف الايرور ايفنتس المختلفه ويسلمك الداتا ويدير شويه فلاجز يقول لك بص الداتا اهي انا استبدلتها كده بس خلي بالك
في فريم ايرور او في فاليتي ايرور او 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 في حاجه. واضح كده؟ تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب كده احنا عرفنا ازاي الترانسميتر بيبعت الداتا وازاي الريسيفر بيستقبلها ويرمتها ازاي. ايه هي الايفنتات المختلفه او هي الريسيف كونديشنز المختلفه اللي ممكن اي ريسيفر في اي مايك كنترولر على الاقل يكون شغال عليها. مبدئيا كده الريسيفر لازم يريبورت لك ان في ريسبشن كومبليت بشكل ما على حسب انت مظبطه. يريبورت لك الريبورت دوت بعد كام بايت على حسب هو عنده انترنال بافر ولا ما عندوش انترنال بافر، هو تبقى الدنيا ماشيه ازاي، بس هو في الاخر لازم بشكل ما يريبورت لك ان في ريسبشن كومبليت. اتكلمنا في الحته دي المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن موضوع الكول باك وان انت تشيك على الفلاج بنفسك ولا هو يقوم لك انترابت ويناديك اند سو. الحاجه الثانيه اللي برضه لازم الريسيفر يتشكها ويريبورتك بيها اذا كان في فاليد ايرور ولا مفيش، خلاص احنا عرفنا ايه الكونديشن اللي ممكن يحصل عند دلوقتي، او ان في فريم ايرور ولا مفيش وبرضه عرفنا الكونديشن بتاع الفريم ايرور، واخيرا كونديشن اسمه اوفر ران. ايه موضوع الاوفر ران ده؟ اقل 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 يوارد الريسيفر بيكون عنده دبل بفر. دبل بفر ده يعني ايه؟ هو بيكون عنده داتا ريجستر كده يوارد داتا ريجستر، ودوت اللي حضرتك بيكون ليك اكسس عليه انك تكتب عليه او تقرا منه لما يستقبل حاجه ينهبك عليه، ولما تحب تبعت حاجه تكتبها عليه. وبيكون عنده في حاله الريسبشن دايما في ريسيفر او ريسيف شيفت ريجستر، هو ده اللي بيتنقل عليه، بالتالي بيخش واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه لحد ما يتحوشوا كلهم كده، وبعدين يبدا يرمت لك عليه. اللي بيحصل ان في فريم يجي عند النهايه بتاعت الاركس من بره بيخش على الريسيف شيفت ريجستر. الريسيف شيفت ريجستر مش بينقل الداتا على الداتا ريجستر اللي بتشيك الاول هو فاضي ولا مليان؟ نعم هو ممكن يكون مليان. زي ايه يعني؟ ممكن تكون انت لسه باعت عليه داتا لسه ما طلعتش لان الترانسميتر مثلا مشغول، او ممكن يكون في فريم قبل منه لسه كان واصل وانت رحت لسه ما قريتوش، فما ينفعش يكون رحت لك الداتا اللي عليه. فهو قبل ما يتشيك هيتشيك انت فاضي ولا مليان، عم حاج يقول انا فاضي خلاص يروح منزل عليه الداتا. جيت انت حضرتك على اليو ار وراح مدي لك ريسبشن كومبليت، فانت لو سمحت روح اقرا داتا وانت فانيشن او كنت شويه تروح تقرا اصلا. وبعدين في فريم تاني وصل فمالك الراجل ده؟ الراجل ده دلوقتي عايز تشيك اذا كان الراجل ده فاضي ولا لا، ليه المره دي؟ هل مليان؟ هي فايده للداتا؟ لا. فدلوقتي البفر ده مليان والريسبشن ريجستر كمان مليان وفي فريم جاي لك من بره، هيعمل في ايه؟ الكوربت مين اللي موجود؟ لا هينجريت خالص، بس لازم يبقى بالك يقول لك خلي بالك انا عمال اوقف فريمز، فيبدا يرن لك ايه؟ فلاج يقول لك خلي بالك في حصل واضح كده؟ فاهم الفرق بين الثلاثه ايفنتس ايه؟ طيب دي كده امكانيات اليو ارت في اي مايك كنترول. الديفايس المشهوره اللي ممكن تتكلم يو ارت، الحاجات اللي موجوده في السوق ممكن تتكلم يو ارت، ايه ده؟ حبيبنا جي اس ام. جي اس ام تمام؟ جي اس ام موديول هو ببساطه موديول وظيفته في الحياه انك بتبعت له مجموعه من الكوماندز، خليك معايا. بيبعت له خلاص. بتبعت له مجموعه من الكوماندز بالبروتوكول اسم اي تي كوماند بروتوكول. البروتوكول ده هو دايما بيبدا بحرف اي وراه حرف تي بلس الكوماند نفسه، مثلا 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 اي تي بلس وخلاص. وبينتهي دايما باك سلاش ار باك سلاش ان. باك سلاش ار اللي هي الكاتش بيرن اللي الاسكي بتاعها 13، وباك سلاش ان اللي هي النيو لاين اللي الاسكي بتاعها كام؟ 10. وكل واحد من دول حرف، وكل حرف من دول بيكون عباره عن فريم يوارد. يعني كل حرف عباره عن 1 بايت 3، وكل حرف من دول بيكون عباره عن ايه؟ 1 فريم يوارد. تمام؟ فاللي بيحصل ان هو لما انت تبعت له مثلا بتبعت انت كابلكيشن تقول له لو سمحت اتفضل ابعت لي الفريم ده، ابعت لي الايه وبعدين ابعت لي التي وبعدين ابعت لي بلس وبعدين باك سلاش وباك سلاش ان. فهو الراجل الجي اس ام موديول دوت بيتكون من حاجتين، ار اف تشيب اللي هي المسؤوله عن الترانسميشن والريسبشن والتعامل الانتنه والكلام ده كله، وكمان مايك كنترول راكب عليه. انت كهوست ابلكيشن مالكش دعوه بالار اف تشيب خالص، انت عملته كلها بس مع مين؟ مع مايك كنترولر نفسه. تبعت له كوماند وهو يديلك ريسبونس، هو ياخد الكوماند يروح يتكلم معاه في تشيب يتصرف معاها ويديلك ريسبونس يقول لك الدنيا تمام او مش تمام. فمثلا كوماند زي دوت اي تي بلس مثلا بس عشان باك سلاش ان ده تيست كوماند، تقول له سمحت يا مايك كنترولر تشيك لي كده الكوميونيكيشن ما انت شغال ولا مش شغال، شوف الار بي تشيب اخبارها ايه وهكذا. فالراجل بيرد عليك يا يعني بيقول لك اوكي يا ما بيردش اصلا. تمام؟ في بقى حاجات كتير قوي
انا في كوماندز بقى مشهوره كتير قوي، افتح سيشن، تقفل سيشن، خد رقم التليفون، خد الرساله ديت انسون. اوكي، ده مين؟ ده الجي اس ام دي. طبعا الجيس بتاعته قويه جدا وكتيره جدا. خلاص، ده مين؟ جي بي اس. واحد كده الجي بي اس هو مديرك خايف شويه، تمام؟ الراجل ده ببساطه لازم يكون شايف اربع انوار علشان يديلك ريبورتنج لشويه بيانات. شويه البيانات دي عباره عن ايه؟ لاتيتيود. الراجل ده رخام، هو ليه تي اكس وار اكس وكل حاجه، بس انت وانسى انت وصلت له باور، هو عمال يعمل لك ايه؟ يبقى عندك فريمز وبس، وانت تقعد تبارس الفريمز تستقبلها خالص وتطلع من الاستراكت من خلال زي ما انت عايز. في سلطات ثانيه الاول. طيب مين ده؟ وده بقى اللي هيطلع منكم في البروجكت اللي هحطه منكم ان شاء الله. تمام؟ بلوتوث مليون ده واحد من الديفايس اللي ممكن تخلي المايك كنترولر بتاعك انترفيس مع اي ديفايس تاني بيتكلم عن طريق البلوتوث، سواء مايك كنترولر تاني سواء موبايل ممكن تتكلم معاه من خلاله. الراجل ده برضه شبه الجي اس ام موديول، بيتكلم برضه بي اي دي كوماند بروتوكول. خلاص؟ بس هو ليه اي دي كوماند سبيشال خاصه بيه شويه، بيسموها الاتش سي كوماند، ودي مشهوره عند السكريبتات الاتش سي دي مشهوره عليها. خلاص؟ مش عارف اسمها هاردوير، هاردوير كونت اتش سي اي اللي هي هاردوير كنترول انترفيس تاني. المهم الراجل ده انت بعت الكوماند معين برضه بيدي لك ريسبونس، برضه في تيست كوماند وممكن تقول له اي تي بلس بير عشان يجيب مع ديفايس تاني، اي تي بلس باس كي مثلا علشان تبعت له الباسورد اللي هو اللي انت هتبير بيها، ممكن تقول له مثلا اي تي بلس اي ان كيو معناها لو سمحت خلي الناس ديسكفر عشان لما حد يدور عليك يكونكت معاك اند سو. اوكي، ده برضه من الحاجات المشهوره قوي اللي بتتكلم كنت بتقول ايه؟ اليو ارت. مين ده؟ واي فاي. الراجل ده من الديفايس اللي انت ممكن تستخدمها علشان تخلي المايك كنترولر بتاعك يقدر يكون لي اكسس عن طريق الانترنت، على عن طريق وايرلس نتورك، وبخلي وايرلس نتورك بعد كده لما توصلها على الراوتر، والراوتر ده دي رقم الانترنت بعد كده، يبقى انت خلاص ضمنت ان انت ممكن تتحكم في المايك كنترولر بتاعك من اي حته في الدنيا. زي الجي اس ام دي بالظبط، بس ده على الشبكه ولا على شبكه اليخت. اوكي، اكتر حاجات مستخدمه في الاي او تي الجاشة ده والجاشة ده. اوكي، البرضه من الحاجات اللي بتشتغل بالاي تي كوماندز بروتوكول، والراجل دوت بيوصل معاك لحد تقريبا البي سي بي اوفر اي بي لاير بس، وبعد كده تعالج بقى انك تبني سيرفر وتبني كلاينت وحاجات كده في الابلكيشن لاير بتاعك. اوكي؟ مين دي؟ ده شغال في بي اي دلوقتي. نعم؟ ده شغال في بي اي. ده شغال لا. انا بقول اللي بعمل مش هتبقى شغال دلوقتي. ده مين؟ دي كاميرا. في منها مش شغال اتش كور سي، بس الكاميرا اللي هي بتبقى دوبك بتاخد صور بس مش فيديو. معايا؟ كانت بتاخد صور بس مش فيديو، دي بتشتغل بالايه؟ باليو ارت، برضه بعت لها شويه كوماندز، هي مش ايدي كوماندز بصراحه، لكن هي فريمز ليها ستراكشر معين، ليها هيدر وليها داتا وليها تيل وتشيك سم وهكذا. خلاص؟ الكاميرا دي كنت بعت لها بقى الكوماندز ديت، فاكر بس تقول لو سمحت خد سناب شوت دلوقتي، لو سمحت خلي نوعيه الصوره ميجا ولا حاجه هاي ديفينيشن مثلا، ممكن تقول له لو سمحت خد السناب شوت بتاعت الداتا، تاخد اول باكت من الداتا، باكت من الداتا اند سو اون. كل دي حاجات ممكن تتنفذها برضه عن طريق اليو ارت. البرنس دي بتاعك ايه ده؟ ار اف دي اكس بي. خلاص، برضه من الحاجات المشهوره اللي ممكن تتكلم من خلال كل يو ار، واللي ممكن لو انت عايز تشتغل في الرينج اللي هو محدش ليه دعوه بيك وتعمل نت خاصه بيك، تعملها عن طريق راديو فريكونسي. حد كده عنده مشكله؟ ده ريفيو سريع كده على اليو ار في اي مايك كنترول في الدنيا. تعال نشوف بقى الباشا بتاعنا ده كريم. اليو ارت اللي جوه تي ام 4 سي 1 2 3 جي اكس سنتر بي ام كنترولر. ايه امكانياتك يا عم الحاج؟ اولا بروجرامبل بود ريت جنريتور الاو سبيد اب تو 5 ميجا فور ريجل سبيد و 10 ميجا فور هاي سبيد. فاكرين لما اتكلمنا قلنا ان اليو ارت اللي بيجي يستعمل بيستعمل البتاعه واحده كام مره؟ 16 مره. في تو تكنيكس، ممكن يسامبل 16 مره ممكن يسامبل 8 على حسب ليفل النويز اللي عنده. لو انت اوريدي مغطي الدايره بتاعتك والدنيا تمام ممكن تستخدم الريت الاقل شويه. فالراجل ده البود ريت جنريتور النمبر اوف سامبلز اللي بتاخدها ديت تخش معايا في الايكويشن كده بيديفايد بيها، فعلى حسب النمبر اوف سامبلز ده بيسبورت معايا ان هل يا اما مثلا 5 ميجا بت في السكند، يا اما لو شغال ب 8 سامبلز بس فده معناه ان ده بالدبل سي بتاع رقم 10. خلاص؟ بعد كده الراجل ده عنده سيبر 16 8 ترانسميت اند ريسيف فيفو تو ريديوس سي بي يو اند سيرفيس لود. ايه ده بقى يا معلم؟ ايه الجهاز المخصص ده بيقول دلوقتي؟
تعالى كده بالراحه. لو انت عندك بايت واحده بس عشان تستقبل فيها الداتا خلاص، وجاي لك فريم زي بتاع البروديوسر اللي اتكلمنا عليه دوت، انت مثلا كنت قايل له ايه؟ بص اي تي بلس جيت او اي تي مثلا بلس ماك ادرس علامه استفهام باك استشهار باك استشهاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بايت انت بعتهم علشان تطلب من البلوتوث مثلا المديول يقول لك ايه؟ اديني تقول له لو سمحت اديني الماك ادرس بتاعك. خلاص؟ فهو هيرد عليك ويقول لك ايه؟ اي تي بلس ماك ادرس يساوي مثلا 1 2 3 4 200 5 6 200 7 8 200 9 اي حاجه. خلاص؟ باك استشهار باك استشهاد بتاعك. رد عليك بكام بايت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و 30. تخيل بقى لو انت مقوم انتر عند ريسبشن كومبليت لكل بايت بيستقبلها علشان انت ما عندكش غير بفر في 1 بايت بس. انتر هيقول لك كم مره؟ 29 ورا ورا بعض وانت لسه ما عملتش حاجه، انت الانتر بس يقوم علشان تروح تسيب البايت اللي انت استقبلتها دي في مكانك في الميموري وشكرا. بايت جديده مكانك في الميموري وشكرا، بايت جديده مكانك في الميموري وشكرا وبس، ما استفادش اي حاجه من الفريم. فده هيت كتير جدا عليك. لو انت فاكرنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان الانتر بس الكتيره بتاثر معاك في ايه؟ السي بي يو اللي هو الوقت اللي انت شغال فيه على التوتال تايم اللي انت قاعد فيه لو انت شغال في السيستم بيرك فهو معايا. طيب الراجل بقى ادالك توفير شويه، قال لك بدل ما تخلي البوفر بتاعك وان بايت بس، لا يا عم ده انا هدي لك في فيرست ان فيرست اوت. السايز بتاعها قد ايه؟ 16 مكان. فبدل يا عم الاتراك يقوم لك مره كل وان بايت، ممكن يقوم لك لحد مره كل قد ايه؟ 16 بايت. وبالتالي الانترا تريد نفسه هيحصل له هيبقى اقل شويه في السي بي لود يهدى معاك شويه. واضح كده؟ واضح الاستفاده؟ عامل لك 16 فيفو في ترانسميتر و16 فيفو في الريسيفر. برضه انت ممكن تكون مش فاضي تروح تنقل الداتا كلها مره واحده على الفيفو وبعد كده تنسى بقى، مش لازم كل شويه تشوف البايت اللي بعته ولا لسه تروح تبعت اللي وراه، بعد كده البايت اللي بعته ولا لسه تروح تبعت اللي وراه. لا يا عم الاول الفريم اللي عندك كل مره واحده ولما يبعت 16 مره واحده يبقى ايه؟ ده يبقى عندك. والله الكريدت كنترولر بتاعك كده. انت في الاخر الابلكيشن بتاعك محتاج ده ولا مش محتاج ده ولا اوكي؟ انا كنت شغال بالمايك كنترول بالاي بي ار ويعني بس انا ما كنتش بعمل بصراحه اكشنز كتير في موضوع البروس بتاع الكرسي وموضوع ان عدد يعني كان بوفر وان بايت بس وكان قشطه كان شغال معاه حلو. بس لو بنتكلم حاجه كومبلكس والراجل ده بيتارجت بقى ابلكيشنز بريت عالي شويه وبيخش حاجات دي اس بي وبتاع، لا الحاجات دي معاه. اوكي عايز اقول لك يعني ده مش اللي فيهم، ده اقل واحد يعتبر. اوكي ايه كمان؟ بروجرامبل في فولنس انكلودينج وان بايت دي اوبريشن بروفايدنج كونفشنال دبل بفر انترفيس. بالراحه كده بروجرامبل في فولنس انت مديلك في مستوى ده قد ايه؟ 16. ممكن تكون محتاج تشتغل كلهم؟ لا ممكن تكون عايز تشتغل على 8 بس او على 4 بس او على 5 بس او تقدر على حسب اللي انت عايزه. ويديلك انكلودينج ان انت ممكن تتسيبل فيه خالص ويبروفايد معاك 1 بايت دي اوبريشن بروفايد كونفشنال دبل بافر انترفيس. كونفشنال اللي هو القديم العادي اللي هو زي الاي بي ار كده تمام، اللي هي بايت علشان الداتا بافر وبايت علشان ايه؟ ريسيفر وخلاص تمام. طيب ايه كمان؟ في تريجر ليفل اوف تون وربع ونص ثلاث ارباع او سبع اثنين. ايه يا عم الكلام ده؟ بالراحه كده يعني ايه تريجر ليفل؟ ايه التريجر اللي هيجي لك ده؟ هيجي لك لما ايه؟ براحة. انت عندك كام فيفو؟ 16. اثنين، واحدة في الترانسميتر وواحدة فين؟ في الريسيفر. يعني ايه فيفو تريجر؟ انت هتريجر لك لما ايه؟ خلص الاول الترانسميتر فيفو هتريجر انت؟ طلع اللي عندك؟ والريسيف فيفو هتريجر انت؟ لما يتمد. فبيقول لك هل انت مثلا عايز التريجر يجي لك لما 16 كلهم؟ او لما الفيفو كلها اتملت؟ وتقدر 16 ولا قد ايه؟ خلاص؟ ولا عايز عند نصها؟ ولا ثلاث ارباعها ولا سبع ثمان منها ولا ربعها ولا ثمنها؟ هو مش احنا عندنا بروجرامات فوق يعني للينس. انت ممكن تكون مبرمج الفيفو 8 بايتس ولكن انت علشان تزود الريت بتاعك شويه انت مثلا عندك فريم زي ده كده 24 بايت بس تبعته فانت برمجه تمنيات فانت دلوقتي مش عايز
تستنى الثمانية كلهم لما يطلعوا وبعدين تبدا تديله 8 جنيه. لا يا عم انا عايز كل اربعة يطلعوا اديله 8 جنيه. فبرر ان هو عمال يطلع في الاربعة انت عمال تديله في اربعة جنيه. عشان كده ممكن تخليه تريجر مثلا كل اربعة. يعني هو بيطلع 8 هو البفر بنفسه هيتملى عند 8. ولكن انت عايز تريجر مرة كل اربعة عشان لما تريجر اربعة تروح حاطط اربعة تانيين عشان يبدا يجهز نفسه. انت مش فاضي هتقعد تعمل حاجة تانية مثلا في الوقت اللي انت فاضي فيه تروح تملى كده البفر عشان عمال مدى تروح تخلص اللي وراه وترجع له تاني يكون هو خلص. واضح كده؟ يبقى تريجر الليفل دوت اللي هو ضمن الداتا والربع داتا والنص داتا اللي هو في حاله الترانسميتر كام او نسبه قد ايه من البايتس اللي انت مظبطها طلع وفي حاله الريسيفر نسبه قد ايه من البايتس اللي انت مظبطها ايه وصل. ده كده ما هو يبعت كله هيبعت له ترجر تاني؟ ما هو انت اللي بتكونفجر بقى. ما انت ممكن تكونفجر على كله ولا على ربع ولا نص وكده كده هو عنده كلامك انت صح؟ ان هو اوريدي عنده كمان تريجرنج بتاع فيفو امتي وفيفو فول. كده كده. اوكي؟ ماشي. ستاندرد اسينكرونس كوميونيكيشن بيتس ستارت وستوب وبارتي وطبعا ده مش جديد ده يورد عادي. لاين بريك جنريشن انتكشن يعني ايه لاين بريك؟ ها؟ نعم؟ استمع كويس. لا لاين بريك. لاين بريك لاين بريك. كده بالظبط. اللي انت بتبقى سيبك بيه في بعض واتقطع. لو اتقطع في تراديشن كنترولر ما عندوش الفيتشر ديت ببساطه هيبدا يقرا لك نوت شويه كده بعد كده يحس شويه. تمام؟ لا يا عم ده هو ممكن يدي لك انتر او لك فلاج يقول لك خلي بالك ده حصل لاين بريك. ما تيجي تقعد. اوكي؟ ايه كمان؟ هياخد دور ازاي هو عنده ابوس كده بتديتكت اللي هو مستني شكل معين الفريم ورا بعض بسبب ريت معين لا ان الفريم ده مش جاي. اوكي طيب فولي بروجرامبل سيريال انترفيس كاركتر خمسه او سته او سبعه او ثمانيه زي ايه؟ زي ما اتفقنا قبل كده. ايفن وولد ولو باريتي جنريشن انتكشن واحده او اثنين ستوب بي كل ده الطبيعي ده اللي معانا ده هو اللي يورد الكونفيجريشن اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده مش يعني مش جديد هو الجديد لحد دلوقتي الموضوع لاين بريك وموضوع فيفو وتلاقي اللي بيجي منها. طب معلش الحته اللي هي بتاعت فيفو اللي هو اللي هي 5 6 7 8 عدد البيتس اللي عندهم في الفريم ده كان نفسها دي جزء ده تاني. اي ار دي اي سيريال اي ار كودر اند ديكودر ايه سيريال اي ار ده؟ انتوا عارفين الاي ريسيفر؟ عارفين ازاي الريموت بتاع التكييف بيتكلم مع التكييف؟ طب انت عايز انت عندك ستريم وبيتس جاي لك بالاي ار هتتصرف معاهم ازاي؟ تركب تايمر وانت اللي تبص قدام مفيش طريقه ما مفيش بروتوكول سهل جاهز تشتغل عليه. تركب بقى تايمر بالريت اللي انت عارف ان الفريم بيشتغل بيه وتقعد تسامبل الداتا بنفسك كل شويه وتبص عليها البيانات وتقعد تحوش عنك صح؟ لا يا عم اللي هو الراجل ده ممكن تظبط اللي هو ارت فيه انه يشتغل سيريال اي اس غير ان هو كان في ارت غير ان هو يكودر دي كودر دي كودر زيرو داتا هو طلعها لك وشاف الفريم اللي البروتوكول بتاع الاي ار متفق عليه او العكس. احنا كنا هنبيض على حاجه زي كده كنا عايزين نعمل بناء هوم كراش سيستم كنا بنحاول نهاك ريموت التكييف بيبعت ايه علشان احنا كنا عايزين نتحكم في التكييف من بره البيت. كنا عاملين ترانسميتر سيركت كده للاي ار لقينا موبايل ممكن اي موبايل في اي ار ممكن تنزل عليه سوفت وير كده تشغل التكييف بنفس الكلام. فاحنا كنا عايزين نعمل نفس الفكره دي بس في هاردوير سيركت. عايز اقول لك طلع عينينا عشان نقدر بس نهاكر التكييف الريموت اصلا بيبعت ايه عشان يشتغل. وعامل زي هو بيعرف اذا انا مش عارف نور الموجود قدامي او مش عارف مثلا ان هو شغال ازاي؟ ستاندرد مشهوره في الحاجات دي. يعني لو كنت هتحتاج تسمع معاك في ستاندرد في جزء مشهور في الحاجات دي. بلاش على في طرف ولا في طيب. نعم. شو رايك يا باشا؟ بتعمل ايه؟ ولا حاجه. انت دلوقتي لو جالك فريم فريم اي ار. انفرنت. ايه فرقت ريموت الكنترول بتاع التلفزيون بتاعك او ريموت التكييف او غيره بيبعت شويه بتات بلصات كده بس انت مش شايفه فلازم اي ار سيفر الاي ار سيفر بترجم لك البلصات دي لوحدها بصفار بس انت لو مفيش هاردوير جاهز يبقى عنده شيفت ريجستر يستقبل هو الفريم اللي جاي ده وهو يحوش له بيطلع منه داتا فبتضطر انك تعمل ايه في العادي؟ هتشغل تايمر التايمر ده يقوم لك انتر كل تايم ثابت والتايم ده انت عارف ان هو الريت بتاع الاي ار نفسه وتروح تبص على البيتات ده نفسك واحد ولا زيرو وتعمل فاريبل والفاريبل ده طب يعني الري مثلا وترمي فيها شيفت ريجستر وتكتب ده جواه ده حل الراجل عامل لك الحكايه دي بقى بس هو عنده الهاردوير اللي انت تشغله على تظبط له البول ريت او الريت اللي الداتا اللي جايه بيه فريق عالي نعم فريق عالي فريم العالي لا الاي ار فريم ليه شكل معين لوحده
مش شبه اللي هو اوكي يلا نكمل سبورت كوميونيكيشن ويز اي 781 سمارت كارد سمارت كارد 781 الدنيا هي الار اف اي دي كارد برضه الفريم بتاع الار اف اي دي لو حد فيكم اشتغل عليه قبل كده ببساطه بتقعد بنفسك تستقبل الداتا والفريم اللي ار ده وكذا بايت ورا بعض ولازم يكون فيها في فريم بس في ار اس سوري في ار اف اي دي ريسيفر هو اللي يسلم الداتا دي كلها الراجل وفر لك السيركت دي كلها ومن الداتا اوكي مودرن فلو كنترول يو ار 1 يعني ايه فلو كنترول؟ هتسمع عنها قبل كده ده ان جنرال كانت لازم يو ار يعني كلمه فلو كنترول معناها ايه؟ بص لما تكون في داتا رايحه جايه بيني وبينك بنتصرف ازاي؟ انا مثلا ببعت لك فيرست فريم فيرست فريم ده بيكلود نيتي كلها يعني احنا مثلا عندنا داتا اخدنا صوره الصورة دي هننقلها من كنترولر اللي هو عنده الكاميرا لكنترولر تاني هو هيبص على الصورة ديت ويطلع لي وش البني ادمين فيه. تمام؟ فالكوميونيكيشن بين الاثنين هنعمله بأي بروتوكول ولا في دي ار او اس بي او اي حاجة تانية. فأنا عمري ما هعرف أبعت الصورة الداتا بتاعت الكاب بتاعت الصورة اللي جات لي كلها مرة واحدة لازم تقسم على شوية فريمز. شوية فريمز بقى مش فان بايت شوية بايتس فريم الواحد شوية بايتس وخلاص. فهعمل ايه؟ ككلام بيني وبينه كده ان انا هقول لي ايه؟ انا حاسس يقول لي نعم. يقول لي اتفضل الفيرست فريم. الفيرست فريم ده بيتكون مجموعه بايتس بس اول بايت دي مش داتا. اول بايت دي الانفورميشن بتاعتي. الانفورميشن دي عباره عن ايه؟ اولا ده الاي دي بتاع الفيرست فريم. ثانيا خلي بالك انا الداتا اللي جايه لي ديت هتكون لو انا مجهز لك فريم بيتكون من باكتس عدد الباكتس دي مثلا 10 باكتس والباكت الواحده مثلا السايز بتاعها 512 بايت. خلاص؟ فانت تاخد الكلام ده عندك وبعدين تبدا تاخد قرارك هل انت كابلكيشن مجهز بفر 512 بايت؟ لو اوكي لو لا تبدا تقول له لو سمحت يا اما اوكي ابعت او لا اصبر شويه او لا مش هينفع اللي انت طالبه ده انا مش هعرف احققه انا ما عنديش اري للسايز دوت انا مش مجهز السوفت وير بتاعي حاجه زي كده دي معنى كلمه فلو كنترول فانا بيزد على تخرجك دوت بقول لك خلاص اتفضل الداتا بقيتها او انا بوقف ما بكملش. واضح كده؟ دي معنى كلمه فلو كنترول، ده كونستراكت فلو كنترول نفسه. تمام؟ اليو ار في بروتوكول راكب عليه اسمه ار اس 232 مش عارف تسمعه عنه ولا لا. ار اس 232 دوت مش بس بالنات تي اكس وار اكس وجراوند ده كمان في بالناتين مهمين جدا معاه ايه هما؟ سي تي اس وايه؟ وار تي اس. سي تي اس وار تي اس بيعملوا ايه؟ كلير تو سي تي اس معناها كلير تو سنت وري او ار تي اس معناها ريد تو سنت تمام كلير تو سنت دي راح من الترانسميتر للريسيفر اديني كلير سوري ريد تو سنت اسف دي راح من الترانسميتر للريسيفر باشا انا هبعت لك حاجه دلوقتي انت جاي تستقبلها فالتاني يرد عليه يقول له كلير تو سنت او لا وضحت كده ده معنى كلمه فلو كنترول فالراجل موفر لك على اليو ار تشانل رقم واحد مجموعه 8 يو ار تشانلز خلاص على اليو ار تشانل رقم واحد مش بس بالنت الار اكس والتي اكس هو كان موفر لك سي تي اس وار تي اس لو انت عايز تبني على بروتوكول شبه الار اس 2 او حاجه شبه وانت تعمل على ايديك اوريدي هم موفرها لك شغال بدل ما تحط لنفسك الوان والزيرو اوكي عنده كمان ستاندرد في فو ليفل اند اند اوف ترانسميشن انبوتس في فو ليفل ان انت ممكن اول من انت بتنافسه عن الليفل اللي انت عايزه او اند اوف ترانسميشن لما يخلص كل حاجه يقول لك ايه خلاص انا خلصت تمام efficient transfer using micro DMA خلينا مع موضوع الدي ام اي ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه احسن. اخر حاجه لوب باك اوبريشن از سبورت فور ديبجنج يعني ايه لوب باك؟ يعني ماي كنترولر في ديفايس او بريفر معينه والبريفر دي بتوفر لك لوب باك فيتشر. طب بص كده نعم كنترول مثلا هي بتعمل ايه؟ يعني حاجه شبه كده لو انت عندك اثنين ديفايس بيتكلموا مع بعض باليو ارت وحصل ان الديفايس الثاني بايظ مش شغال او الواير اللي في النص مقطوع انت مش شايف حاجه انت بعت داتا ومفيش ريسبونس جالك فايه الاحتمالات القائمه قدامك؟ يا اما انت بكونفجر اليو ارت غلط بتاعك يا اما اليو ارت مايك كنترول بتاعك نفسه فيه مشكله يا اما الشانل اللي بينك وبينه نفسها فيها مشكله يا اما هو نفسه مش شغال صح؟
فاللوب باك اوبريشن دي ميزتها في ايه؟ ان انا عايز اتاكد ان المشكله مش عندي، فبشغل الايه باللوب باك مود دوت ان اليو ارت بيشتغل، الريسيفر بيشتغل الريسيفر للترانسميتر بتاعي، اكن في حد تاني بيتكلم معايا. فانا ببعت داتا هو هيستقبلها ويقول لي اوكي تمام، اكن في حد تاني هو اللي بعتها. واضح كده؟ لو انت فاكرين الاي اس اي اشتغلنا بيها في الكام؟ الاوتوموتيف كانت برضه فيها لوب باك اوبريشن. شفت النفس يعني. بالظبط بيشارك على نفسه. فدي ممكن تستخدمها في الديبايك. حاجة تانية ان انت عايز تتأكد الشغل بتاعك شغال وما عندكش البورد التانية اللي هتتكلم بيها. بس انت عايز تخلص السوفت وير بتاعك، ما انت ممكن تعمل الحكاية ديت عشان تخلي الدنيا كلها تشتغل وانت قاعد في مكانك من غير ما تضطر ان انت تجيب البترول التاني وتشغله. طيب. توصل سبتمبر. نعم؟ توصل تيس ولا لا؟ هو مش محتاج توصل سبتمبر. طيب خليك معايا. ده كده البار دايجرام بتاع اليو ارت من جوه. الراجل ده عنده كام يو ارت شانل؟ عنده 8 يو ارت شانلز. كل واحده فيهم بتتكون من هذا البلوك. يعني انت عندك بتاع ده بيتكرر 8 مرات زي 6 بلوكات كده، نفس الفكره بالظبط. خلاص؟ دي من نهايه الار اكس رايحه على الريسيفر نفسه اللي هو الشيت ريجستر بتاع الريسيفر. ودي بقى تي اكس رايحه من على الترانسميشن ريجستر. الار اكس بتغذي ار اكس فيفو وتي اكس بيغذيها تي اكس فيفو. علشان تكتب بنفسك على تي اكس فيفو ببساطه بتروح تكتب على اليو ار داتا ريجستر. اللي بتكتبه هنا هو اوتوماتيك بيبعته على مين؟ على تي اكس فيفو نفسها. لما تحب تقرا حاجه من على ار اكس فيفو ببساطه تروح تقراها من على اليو ار داتا ريجستر. هو لما انت هو لما يشوف نفسك عامل كوماند اكس تساوي يو ار داتا ريجستر اوتوماتيك بيدي لك البايت اللي عليها الدور هنا هنا وانت تاخدها تقراها. واضح كده؟ حد عنده مشكلة؟ عندك الريجستر ده بتاع البون ريد جنريشن. قصة البون ريد دي غلسة شوية. أي مايكرو كنترولر عندي يو ار لازم يكون عنده حاجة اسمها بون ريد جنريتور. يعني إيه بون ريد جنريتور بقى؟ إحنا اتفقنا قبل كده إن أنت، ده جاوب سؤالك على طول. إن أنت كريسيفر بتسامبل الداتا 16 سامبل في المرة. صح؟ فالراجل بيكون عنده انتنر كاونتر. الانترنت كاونتر ده بيشتغل ان هو بريد او الكوك اللي مشغلاه 16 ضعف البون ريت اللي اتفقتوا عليه، والانترنت كاونتر ده بيقوم من جواه تكايه كل 16 عدد. واضح كده؟ تاني هو بيكون عنده انترنت كاونتر. اي كاونتر في الدنيا بيكون ليه كوك بتشغله عشان تتريجر عشان يعد كل شويه. خلاص؟ الفريكونس اللي مشغله 16 ضعف البون ريت اللي اتفقنا عليه. خلاص؟ الانترنت كاونتر ده بيظبط ان هو يطلع هاي او يطلع 1 تك مره كل 16 عدد من خلاله. فالراجل ده كانه هيطلع 1 تك كل قد ايه؟ كل 1 ايلمنت او كل 1 بت، مش كل 1 بايت، كل 1 بت سواء انت بتبعتها او بتعمل ايه؟ او بتستقبلها علشان يبلغ الداتا الشركه اللي موجوده سواء اللي بتطلع اللي هو الترانسميت شيفت ريجستر او اللي بتقرا اللي هي الريسيف شيفت ريجستر لو سمحت استقبل او شاف الداتا اللي جايه دلوقتي وابدا اقرا. واضح كده؟ مين اللي بيسامبل بقى؟ مين اللي بيطلع 16 سامبل؟ هي دي الفكره نفسها ان هو التكات اللي هو بيعملها دي هي اللي بتخليه يسامبل كل شويه، لما تيجي التكايه تيجي ان هو اللي هي نص الثمان تكات او 16 تكايه يبدا يبلغ الداتا الشركه انها اتشافت. يعني بيطلع تكايه بنص كل 16 او 8 على حسب هو دبل سبيد ولا عادي. يعني زي ما هو دلوقتي يعني رب الكاونتر ده بيجي له كلوك هنا وهو بيطلع كلوك ثاني. الكلوك ديت الريت بتاعها دي 16 ضعف دي. الراجل ده بيطلع كلوك جديده مره كل قد ايه؟ 16 عدد. فالعداد دي بيسامبل بيها واول ما 16 سامبل يعدوا يعرف ان في بتاعي عدت. هو مش عارف اتفقنا ان هو بيتحرك من نص الستارت لنص اول بدايه في الداتا بيعرف ازاي النص البدايه جت؟ 16 عدد جم. هو 16 عدد مش هيقعد هو يعد لك عندك 16 عدد، هو عنده كاونتر هاردوير بيعمل ايه؟ بيعمل هو يعد 16 عدد دي وين تك. التك دي تنقل الشيفت ريجستر سواء الترانسميتر او الريسيفر ما يعمل ايه؟ نقرا او شاف الداتا جوه او لبره. الكلوك دي جايه منين؟ الكلوك بقى تحت المايك كنترول الاستريت بتاع المايك كنترول العادي. تمام كده؟ طلع من البود ريت ولا؟ نعم؟ دي طالعه من البود ريت اللي طالعه من البود ريت جنريتور نفسه. خلاص؟ سؤال بقى الراجل الكلوك دوت الكلوك دي هي كلوك المايك كنترولر ولا جايه من فريكونس ديفايدر قبل منها؟ قال ايه كلوك مايك كنترول بالظبط؟ لا ده رقم 16 ده في المود ريت اللي هو 16 مثلا في 600 واكيد الكلوك بتاع مايك كنترولر مش 16 في 600 فالمفروض ان في كلوك ديفايدر هنا بيخش بيخش بريد المايك كنترولر ويطلع لك من خلاله الريت ده 16 في كام؟ 9 600
يبقى انت عشان تظبط البرامترز بتاعت السيركت دي محتاج تعرف ايه؟ ثلاث حاجات. ايه هما؟ المايك كنترول فريكوانسي بكام؟ ده اولا. وثانيا البود ريت اللي انت عايز تطلعه بكام؟ وثالثا انت هتسامبل على 16 على 8. تمام؟ الارقام دي كلها بتخش في معادله بتشغل حاجه اسمها البود ريت جنريتور. واضح؟ اي مايك كنترولر البود ريت بتاعه بيظبط بالشكل ده. هو بيجنريت الفريكوانسي بس على الارقام اللي انت بتدخلها هنا. عشان نستمر كده السؤال الجاوب. طيب هذا البودج نقدر بتاعك تمام كده. بعد كده عندك الكلوك كنترول اللي هي بتختار السورس بتاع الكلوك اللي هيجي من عند المايكرو كنترول نفسه والدي ام اي كنترول اللي بيطلب من الدي ام اي هو اللي بيبعت الداتا وده اللي اتفقنا هنتكلم عنها ان شاء الله بتفصيل المره اللي جايه. وعندك حاجات الانترنت كنترول منهم الاربعه ريستارات المشهورين في اي انترنت كنترولر. مين هم؟ الانترابت رو ستيتس ريجستر والماسك ستيتس ريجستر والانترابت ماسك والانترابت ايه؟ كلير. دول الاربعه الاساسيين وهتلاقي معاهم ريجستر خاص بيه اكتر. اوكي؟ بعد كده هتلاقي عندك الستيتس والكنترول وهم دول اللي بيظبطوا لك بقى اساس الانفو قد ايه؟ نص وربع وطن والتريجر دي يطلع كل قد ايه؟ الانترابت اللي انت شغاله الريت بتاع الداتا البود بتاع البود هنا الشكل الفريم عامل ازاي؟ خمس بتات داتا ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه؟ البارت والستوب نظامهم ايه؟ كل التفاصيل ديت موجوده في شويه كوبري ريسيرش. الايدنتيفيكيشن ريسيرش بيكون منهم خالص مش دعوه. خلاص؟ معلش نعم. ولا ليه محتاج فريزر؟ معلش انت جاي لك فريكونسي بتاع معاك بتقول لك مثلا 900 ميجا هرتز. انت عايز تطلع منه فريكونسي بتوصل 600. في داتا شيت هتلاقيه بيتكلم بعد البلوك دياجرام ده على طول بيتكلم في السيجنالز بتاعت البريفرال نفسها. والسيجنالز هنا مقصود بيها البنات اللي بره اللي موجوده خاصه باليو ارت. التيبل اللي انت شايفه دوت كل يو ارت شانل الار اكس والتي اكس بتاعها موجوده على بنات ايه فين؟ في المايك كنترولر والليبل بتاعها تي تي ال ولا حاجه ثانيه. وبعدين شغاله في انمو. اوكي؟ هتلاقي هنا بعض البنات مثلا الار اكس بتاع يو ارت رقم واحد ممكن يتوصل على بورت سي 4 وممكن يتوصل على بورت زيرو كام؟ بورت بي كام؟ زيرو. هو راجل مكونفجر هذا لو انت ما هو بورت بي زيرو عليها يو ارت وعليها حاجات ثانيه. بورت سي 4 برضه عليها يو ارت وعليها حاجات ثانيه اولويات. جيت انت بقى اذاكيت ورحت رايح على الجي بي او لو انتوا فاكرين في البورت كنترول ريجستر ورحت قايل له بص يا معلم بقى انا عايز بورت بي زيرو دي مع يو ارت وانا ار اكس. ورحت رايح على الجي بي او بتاع بورت سي 4 وقلت له برضه انا عايز بورت سي 4 دي برضه على يو ارت وانت ار اكس. هيحصل ايه؟ نعم؟ مش صعب كويس. اخر كمان لا. طلع بورت جامعة كيرون هيلو؟ لا. مش هيشتغل. نعم؟ مش هيشتغل. الاثنين هيشتغلوا من واحد؟ كارثة. تخيل يعني ايه من الاثنين واحد؟ ممكن نلعب ممكن تبعت الاثنين في واحد ده تغريد. لكن يبقى السبب في اثنين واحد؟ اثنين درايفر كانت فيش دي قبل كده؟ عارف انت جربت تكتب اثنين سيجنال في كارت فات واحد بنفس الاول مستحيل. طيب ايه اللي ممكن يحصل؟ نعم على فكره مش جايبه. نعم؟ هياخدوا الرياله. هياخدوا ايه؟ هياخدوا الرياله الحرف بتاعها بدري. يعني انت لو قلت له انا عايز بورت بي وعايز بورت سي هياخد بورت بي. قلناها في التشريح. اللي معانا ده نجيب ايوه تشيك مع بعض اوكي موجوده ماشي. لكن لو انت اخترت مثلا ان تي اكس موجوده برضه على البدايتين فهو كده كده ورحت برضه عند جي بي وعملت الاثنين لا هيوصلك على الاثنين. نعم هو كده كده هو عنده مالتيبلكسر بس اللي قلت لك اني بالنهايه بس انت دلوقتي اخترت البدايتين يدخلوهم. لا لما مصطفى قال ان انا عندي اثنين يستعملوا في نفس الوقت. ايوه انت عندك ادي اللي هو اثنين سيجنال بيدرجوه. أيوة. يبقى عندك لك واحد يبقى لك زيرو تاخد مين؟ هو ساعات انت بتبقى عندك حاجه عندك كذا مثلا كذا يو ارت بالظبط. ده مره تاني انا بقول لنفس اليو ارت 1 ار اكس اهو يو ارت 1 اللي هي البريفر رقم واحد فيه هم تبع ليه؟ يو ارت رقم واحد. اه البنايه واحده فيه بقى انت موصلها من بدايتين بايت. انا عندي كمان يو ارت عادي. اه زي ما انت عايز ولكن ما ينفعش ان انت توصل البنايتين من بره نفس اليو ارت.
اوكي ماشي. دي خلاص لها ازاي تظبط البورد ريت جنريشن جوه المشكلة. اللي بيكون اشتغل الاي ار كان بيواجه مشكلة قوية جدا 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 في الاي ار. ايه هي؟ المعادلة مش كده كانت بتطلع ارقام فيها ايه؟ كسور، والكسور كان يتحط في ريجستر؟ لا، فكان بيطلع نسبة ايرور. تمام؟ الراجل كان عنده فريكونسي معينة، تاخد الفريكونسي، هو كانت المعادلة بتقول إن البود ريت الفاليو اتحط في البود ريت ريجستر تساوي الاف سي بي يو على 16 في الفاليو اللي أنت عايزها للبود ريت. قاس مثلا 1 ميجا ولا 2 ميجا ولا 4 ميجا على 16 في قيمه البود يطلع لك رقم في كسر، تاخد 5.5 ما تاخد 5 وتاخد 6 يطلع لك بود ريت تاني خالص. البود التاني خالص ده ما بينه وبين البود الاولاني في نسبه ايرور، نسبه ايرور دي ما ينفعش تعدي 1-2%. ودي بقى الكارثه. ساعات تضطر ان انت تجيب كريستاليه كده رخمه القيمه بتاعتها مثلا 11.0592 ميجا. الكريستاليه اللي هي اللي بتدي لك نسبه ايرور بزيرو مع كل البود ريتس دي. الجديد بقى هنا في الار ان هو مريح تاني خالص. ازاي؟ بس جايب لك الاثنين الانتجر والفراكشن. ركز معايا عشان الحكايه هنا رخمه شويه. الراجل بيسيب الرقم بتاع البود ريت ديفايزر ده اللي هو انت هتقسم على كام هنا؟ تمام؟ الرقم ده بيسيبه في 22 بت. 16 بتايه انتجر و6 بتات فراكشن. واضح كده؟ تاني الراجل بيسيب لك الرقم بتاعك اللي هو كذا بوينت كذا ده 22 بالتاني 16 بالتاني انتجر و6 بالتاني ايه؟ فراكشن. متقسمين ازاي؟ متقسمين على تو ريجسترز. ريجستر اسمه البود ريت ديفايس انتجر وريجستر تاني اسمه البود ريت ديفايس ايه؟ فراكشن. ازاي؟ يقول لك مثلا المعادله بتقول يو ار سيستم كلوك اللي هو الكلوك اللي جايه لك من بره عند مايكرو كنترولر على انت هتقسم على 8 على 16 مضروب فين؟ في البود ريت. لو انت مثلا قسمت 16 ميجا اللي هي الديفولت فريكونسي بتاع مايكرو كنترولر اللي معانا دوت الكتاب خلاص على 16 في 9600 هيطلع لك 10 بوينت كام حسبناها قبل كده؟ بوينت حاجه و40 صح؟ 10 بوينت انا فاكر كانت 10 بوينت 14 كده حاجه كده. بغض النظر يعني هناخد ايه رقم ايه؟ خلاص؟ يقول لك ايه بقى يا معلم؟ تاخد ال 10 دي؟ 10 بوينت 6 6 6 6 6 6 كتير كده. خلاص؟ يقول لك تاخد ال 10 دي وزي ما هي كده تسيبها في الانتجر ريجستر. تمام؟ اما البوينت 6 6 6 6 6 6 دي تعمل فيها ايه بقى؟ تاخدها لوحدها كده لا يا رب 104.666 خلاص تاخد البوينت 666 دي تروح ضاربها في 64 وتجمع عليها نص العام. طيب اللي هيقول لي هيعرف 64 يبقى كام؟ لسه بقى الحاجه اللي لسه بس بتدرس فلوس عليه ها؟ بالظبط. ايه لازم الاله واخد الست بتات من 64 برضه يا معلم؟ هو في الاخر عنده اثنين ريجسترز. هو عايز يعبر عن رقم الفراكشن ده بس ما ينفعش يعبر عنه لانه فراكشن، لازم يعبر عنه ان ترمز اوف انتي. هو انت لو قسمت 1.25 على 2 هتفرق في حاجه؟ لو قسمت 125 على 2 وخدت الفرق بعد كده في الاخر قسمت على 100؟ هي هي بس الفكره كلها انت هتعبر عن 125 بيت ازاي؟ هو ده اللي هو بيعمله ان هو بياخد ال 6 بتات او جزء الفراكشن ده بيحطه ان ترمز اوف 6 بتات بس بالشيفت بتاعها. ده رقم في سكيل عشان نعرف نتعامل معاه لان ده رقم انتي. طب ليه بلس نص؟ بالظبط ده الراوندنج ايرور نفسه. دلوقتي انت لما تضرب بوينت 666 مش عارف بكام دي 10.14% هي دي اللي انا كنت بقولها 10%. فالمفروض ان ال 10 بوينت حاجه دي يا اما هتقربها لاقل واحد يا اما ليه؟ لاقرب واحد. خلاص؟ نسبه الايرور عندك بلس ولا ماينس كام؟ نص. فيجمع النص دوت علشان ياخد الراوندنج ايرور معاك. ياخد الرقم ده يحطه فين؟ في الفراكشن ريجستر. واضح كده؟ يبقى انت عندك بتاخد الرقم بتاع البود ريت 9600 الكلوك فريكونسي بكام؟ والكلوك ديفايدر بتاعك على 16
دخل الكلام ده بالحسبه وطلع منها رقم انتجر والرقم ايه؟ فراكشن. رقم الانتجر بتحطه في 16 بيت بتوع الريجستر اللي هو بتاع الانتجر العادي جدا. عم رقم الفراكشن فبتاخده بتضربه بكام؟ 64 وتجمع عليه نص هيطلع لك برضه رقم انتجر ورقم ايه؟ فراكشن. ارمي الفراكشن خالص وهات الانتجر ده وحطه في الفراكشن ريجستر. دي الطريقه اللي بنبلغه بيها وهو ياخد الكلام ده كرقم ويطلع حسبه المدرب بتاعه على طول. ونسبه الايرور بتبقى تقريبا 1 من 10% لو اي حاجه. خلاص؟ ها؟ سؤال؟ بس يعني دلوقتي اللي انا عارف ان مش الجودريد او الجودريد ده اللي هيرسم دي اليو ار سنتر صح؟ صح؟ ليه ده يعني تقسيمه بالشكل ده؟ ايوه هو محتاج يعرف يحط هنا كام عشان يديك الاتجاه اللي انت عايزه. هي دي مشكلته. هو مش عارف يحط جوه الرقم ده كبير مع كام يعني دي فلوس المايك كنترول. انت عايز تطلع منه 16 في 96 يا سيبك بقى كام هنا عشان يطلع 16 في 96 ده. طب اذا كان بقسم عليها اصلا ايوه هو بيقسم على مين؟ لا هو ده الديفايدر بتاعك. انت دلوقتي عايز تطلع فريكونسي 16 في 96 ده الهدف بتاعك؟ الفلوس ده هتطلعه ازاي؟ المايك كنترول بس ب 16 مللي. المايك كنترول بتاعك ب 16 مللي تمام؟ والباشا ده 16 في 900 يبقى انت عايز تاخد ده تقسمه على ده عشان يطلع لك الرقم اللي انت لما تقسم ده عليه يطلع لك ده. واضح كده؟ في الاخر الكاونتر اللي جوه الفيروس ديفايدر ده يعد كام عدى من ده عشان يطلع لك الريت اللي انت عايزه. اوكي؟ يبقى دي كانت اول مشكله معانا ازاي ان الراجل بلغه بالبود ريت او ازاي يطلع حسبه البود ريت نفسها. الحاجه الثانيه ازاي الترانسميتر او الريسيفر بيشتغل بعد ما بتظبط انت بقى انك تليفر الترانسميتر وتليفر الريسيفر وتظبط بقى الحاجات في الريسيفر جوه الحقيقه بتاعت انت عايز انت بيت قد ايه وعايز التريجر بتاع اللي انت بتيجي كل قد ايه انسوم ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي عامل ليفل الترانسميتر رحت انت رحت رايح كاتب بايت على اليو ار داتا ريجستر اوتوماتيك على طول اليو ار داتا ريجستر رايحين على مين؟ على تي اكس فيزا. لو اليو ارت اوريدي انيبل فتي اكس فيو هتبدا تلاقي ان ما عندهاش حاجه تانيه تبعتها فتعمل ايه؟ هتطلع البايت دي بره. البايت اللي بتطلع ديت على كم مره؟ على كام كلوك سايكل؟ على 8 كلوك سايكلز من بتوع المايك كنترولر ولا بتوع البود ريت؟ بتوع البود ريت اللي هو ابطا بكتير من مين؟ من اللي انت كتبته فممكن على ما يطلع ال 8 دول يرجع يلفوا في رتمها يلاقي تي اكس فيو نفسها مليانه فهو يرجع ترانسميتر اوريدي انيبل يطلع اوريدي خلاص اول بايت يرجع يلاقي فيه فيها بايت عليها الدور يروح عامل ايه؟ يروح مطلعها يرجع يلاقي فيه بايت عليها الدور يروح مطلعها يرجع بايت عليها الدور يروح مطلعها وهكذا 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 لحد ما يفضيها خالص وبعد كده يدي لك فلاج يقول لك خلاص يا معلم التيكس فيو ام تي فاضيه او يدي لك فلاج لو انت بتقول له ايه بص لما النص الفيفو اللي عندك يطلع قول لي لما ربع اللي عندك يطلع قول لي لما نص اللي عندك يطلع قول لي فيبدا يدي لك فلاجز او يدي لك انتربس على حسب انت معلم من ايه او تسيب الانتربس ازاي يبلغك بالحاجات دي. دي الطريقه اللي الترانسميتر بيشتغل بيها. خلاص؟ ها؟ آه. اوكي. هو عنده كاونتر بيعد وطلع كام بايت؟ كاونتر بعيد؟ ساعة ما انت طلبت اول بايت اتبعت. خلاص فهو عدى بايت ثانيه الثالثه الرابعه وانت قلت له عند 4 بايتس او الحسبه نفسها قلت له مثلا 16 بايت هي دي كلها قلت له 4 4 4 فهو اول ما يعد بايت الثانيه الثالثه الرابعه يدي لك انت شو بقى عنده ربع اللي انت كنت بتبلغه عليه. في حاله الريسبشن المفروض انت تيجي من بره على فين؟ على ريسيف فيفا مش على الداتا ريجستر معايا؟ سرحان انت معايا؟ انت بص فين؟ طيب سالت الناس اللي تحت مش فاهم السبب اوكي البايتس دي جوه بعضها بتخش على الار اكس فيفا مش هيبلغك غير لو انت قايل له اول ما تبقى لك توصل لك 1 بايت قول لي طب انت قايل له مثلا لما توصل لك 4 بايتس قول لي عادي خالص هو هيستقبل اول بايت ويخليك بقى كده جت عشان في التيك قدام ويجيب لي مكانها بعد كده بجد عشان دي قدام ودي وراها ودي مكانها الرابعه وصلت عشان في دي قدام ودي وراها ودي وراها ودي كده يحطها مكانها ويروح مبلغك يقول لك خلي بالك في داتا وصلت في 4 بايتس وصلت عشان انت مبلغه قلت له لو سمحت تريجرني لما 4 بايتس يوصلوا تمام كده؟ هل هو يبلغك بالبايتس وبس؟ لا يبلغك بالبايتس وجاب منهم 3 بتات الثلاث بتات دول هم ايه؟ الفريم ستيتس لو في داتا اوفر ران بارتي ايرور وفريم ايرور
الحاجه اللي مش موجوده بيحطها بصفار والحاجه اللي موجوده بيحطها بكام؟ واحد. واضح كده؟ اليو ار بتاع الثيم فور سي اللي معانا دوت عنده شويه سورس اوف انترنس. ايه الكونديشنز اللي ممكن تجي له ويطلع لك عليها انترنس بقى؟ اول كونديشن داتا اوفر رن، عرفنا معناها ايه صح؟ تاني كونديشن بريك ايرور، تالت كونديشن باريتي ايرور، رابع كونديشن فريم ايرور، خامس كونديشن ريسيف تايم اوت. يعني ايه ريسيف تايم اوت؟ انت بتتكلم مع بلوتوث موديول، فانت بعت له كوماند والداتا شيت بتاعته بتقول لك ان هو لازم يرد عليك خلال 10 ملي سكند. طب ما ردش عليك خلال 10 ملي سكند هتعمل ايه؟ ممكن تكون في الديزاين بتاعك بعت له كوماند تاني. لو انت ما عندكش قصه ريسيف تايم اوت في الهاردوير هتروح انت مشغل تايمر، رحت انت بعت الكوماند والتايمر، بص يا تايمر لو سمحت لما يعدي 10 ملي سكند اقوم لي انت بتقول ايه؟ فلما يقوم لك الانترنت دوت تبص انت على اليو ار، استقبلت يا ابني انت كده ولا ما استقبلتش؟ استقبلت خلاص، ما استقبلتش يبقى في تايم اوت تبدا تتصرف على اساسه. ده لو انت هتعملها مع السوفت وير. الراجل بقى هيقول انت ممكن تظبط الريستارات ان هو تظبط له التايم اوت اللي هيرسيف عليه وتقول له لو ما استقبلتش داتا في الوقت الفلاني اديني فلاج او اديني انترنت هحط تايم اوت. بدل ما تشغل انت التايم اوت نفسك. واضح كده؟ هو معايا صح يا سيدي؟ طيب ترانسميشن كونديشن مات وريسبشن كونديشن مات. هو ليه ما قالكش ترانسميشن كومبليت او ريسبشن كومبليت؟ يعني ايه الانترنت اللي طالع هنا على ترانسميشن كونديشن مات او ريسبشن كونديشن مات؟ هو ايه الكونديشن اللي حصل؟ ممكن احدد الشرط انت بس نعم رابع ونص وتون والحاجات دي. الانترنت مش هيجي لك على ترانسميشن كومبليت لان انت مش شرط تكون طالب الانترنت لما خلص كل اللي عنده. انت ممكن تكون شغال معاه كل اربعه يطلعها وانت تروح تديله غيره، بس مخلي بافر كبير عشان يبقى معاك وقت ترمي ترمي اكتر. واضح كده؟ تمام؟ فهمنا كده سوس اوف انتركس؟ طب هل بقى اللي رايح للانترنت كنترولر كل دول من وان يو ارت؟ لا. اللي رايح للانترنت كنترولر من كل يو ارت وان سنجل. واضح كده؟ اللي بيروح للانترنت كنترولر من اليو ارت كله او من اليو ارت رقم 0 لوحده او اليو ارت رقم 1 لوحده او اليو ارت رقم 2 لوحده هي وان سيجنال بس. الوان سيجنال بتاعها من كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 زي البورت كده. مش انت كنت ممكن اي بالنات او عمرك انترنت بس الثمان بالنات في الاخر بيطلعوا كام سيجنال اللي هي اليو اي سي؟ واحده بس. هو ما بيزهقش نفسه. عشان كده هتلاقي عندك هنا برضه الريسرات بتاع الانترب ماسك اللي بيقبل ال سي من اي سيجنال اللي تعدي وما تعديش، والانترب رو انترب ستيتس اللي هو بغض النظر هي ماسك او لا طلع لك فلاج واحد او ما طلعهولكش، والماسك انترب ستيتس اللي ما بيطلعكش رون غير على الحاجات بس اللي هي ماسك، والانترب تكلير عشان تروح تعمل فيها ايه؟ تكليرها بنفسك. واضح كده؟ قصدك على الفلاجز دي؟ الفلاجز المختلفه دي، كل الفلاجز بيطلعها اول مع بعض وفي الاخر بيطلع سيجنال واحده بس، وانت عليك في الاي اس ار فانكشن نفسها على حسب انت بتجيب الكام فلاج فيهم انه يعدي تشيك بنفسك على الستيت بتاعت الماسك. واضح كده؟ تمام؟ ده الكلام عن الانترنت بشكل عام. وده امكانيات اليو ارت كنترولر اللي معانا. حد عنده مشكله؟ حد مش فاهم؟ طيب الكتايه اللي انت معاك دلوقتي مش معاك دلوقتي معاك. دور مش احنا عمالين نقطع. بس التذكره مطلوب منك الكتايه دي لما توصلها في اللابتوب بتاعك تمام بتقرا لوحدها كومبورت بتاعه كومبورت باي تول بتاعه سيريال كوميونيكيشن على اليو اس بي اللي هي بتقرا اليو ار تي خلاص. المطلوب منك الاتي في اخر صفحه في الداتا شيت بتاعه الباشا دوت بتاع اليو ار كنترولر هتلاقيه بيقول لك انيشاليزيشن ستيبس. امشي وراه عشان تنيشاليز اليو ار بس خلي بالك هو حاسب حسبته في البود ريت على 20 ميجا انا ظبطها على 16 ده انا هو حسبته هو مظبطها ان الفريكونس 20 ميجا انا ظبطها 16 ميجا بس لان الفريكونس اللي كنت قايل معانا 16 ميجا بايت خلاص كده وامشي ورا لحد الاخر وبعدين اعمل لي كود بيبعت هلو وورد ولازم هلو وورد على بعضها لا ثانيه من المايك كنترولر لللابتوب بتاعك تمام كده ايه المايك كنترول ده لا 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 من الكتايه المايك كنترول من الكتايه اللابتوب عن طريق هي هو طبعا كده بتوصلها باليو اس بي بتاخد كومبورت اي تول بقى تيما دوك لايت اي تول تيرمينال اي حاجه بتعمل اي ارت كام فيهم؟
نعم كونفورت ده اللي هو يقعد كام فيهم؟ في 8 يعني يقعد واحد لو انا فاكر صح. بص في السكواد بتاعها خلاص. في بس حاجه من هنا رايح اي بريفرنس بتروح على البريفرنس نفسها ريجستراتها بتظبطها ما تنساش تروح على مين في الاول؟ الجي بي اي او. لازم تنظم فانكشن الالترنت لازم تظبط الالترنت فانكشن وتختار اذا كان البتاع ديت اون ولا اوف. وبعدين ساعات بعد البريفرنس زي ما هنشوف قدام بتحتاج سبيشال كونسيدريشن ان مثلا اللي عايز بول اب ريزيستور في البنايه عايز بول داون ريزيستور مش عايز ريزيستور خالص عايز اوبن ريت الحاجات دي خلاص. الفكره مش هتتكلم عن الموضوع ده.